متابعينا الكرام، صباح الخير. مع حضراتكم بهجة أبو ضيف، ومنقدم لحضراتكم حاليا بث مباشر من طريق اسكندرية الزراعي برصد حركة المرور، والتعرف أيضا على حالة الطقس التي توقعتها هيئة الأرصاد الجوية هندسة سود اليوم الأربعاء. زي ما حضراتكم شايفين حاليا في استقرار وهدوء في حركة السير بطريق اسكندرية الزراعي في الاتجاهين، سواء الاتجاه القادم من القاهرة والمتجه إلى مدينة بنها والأقاليم أو الاتجاه الآخر. الحالة المرورية مستقرة وخالية من أي تكدسات في حركة السير، مع وجود بعض الكثافات والتكدسات ومحيط أعمال التوسعة والإنشاء التي يشهدها الطريق الدائري بنزلة أليوب. ومحيط أعمال التوسعة والإنشاء التي يشهدها الطريق الدائري بنزلة أليوب وسط انتشار لرجال الإدارة العامة للمرور اللي بيعملوا على تنظيم حركة السير و إزالة أي عوائق من شأنها التأثير السلبي على حركة المرور، خاصة في الاتجاه إلى القاهرة، والذي يشهد بعض الكثافات ومحيط أعمال التوسعة والإنشاء الخاصة بالطريق الدائري بنزلة أليوب. عدا ذلك فبيتمتع طريق اسكندرية الزراعي بالسيولة والانتظام في حركة السير. وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى وعلى السواحل الشمالية وأيضا على الوجه البحري، مع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة اليوم. وأيضا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد وطقس دافئ على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء. وعن حالة الشبورة المائية الآن، فحالة الشبورة المائية خفيفة تماما ولا تؤثر بأي شكل على حالة الرؤية ودرجة الرؤية أمام قيد السيارات بطريق اسكندرية الزراعي. الشبورة المائية خفيفة تماما ولا تؤثر بأي شكل على حركة السير بالطريق في الاتجاهين. زي ما حضراتكم شايفين بيتمتع طريق اسكندرية الزراعي بالسيولة والانتظام في حركة السير في الاتجاهين، وبيخلو من أي تكدسات عدا بعض الكثافات المرورية المتحركة في الاتجاه الى القاهرة ومحيط اعمال التوسعة والانشاء التي يشهدها الطريق الدائري. احنا الان معاكم من مزارع الاليوبية والمشهد الجميل الصباحي النهاردة. طقس جميل جدا بتشهده محافظة الاليوبية، طقس مشمس منذ الساعات الاولى لصباح اليوم وسط انخفاض في درجات الحرارة. طبعا سماء صافية جدا بمحافظة الأليوبية بتشهدها منذ صباح اليوم الأربعاء. يعني لازالت تحذيرات الأرصاد مستمرة باستمرار موجة الطقس السيء في بعض المحافظات، إلا أن محافظة الأليوبية ضمن محافظات القاهرة الكبرى بتشهد طقس مشمس وجميل جدا منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الأربعاء. وانخفاض في بسيط في درجات الحرارة، سماء صافية جدا. يعني أكيد حضراتكم ملاحظين ده من خلال البث المباشر. طبعا الأليوبية كانت خلال اليومين الماضيين كانت شهدت موجة من الطقس السيء صاحبها سقوط أمطار وانخفاض كبير في درجات الحرارة على بعض الأنحاء. طبعا جرى رفع حالة الطوارئ للحالة القصوى لمواجهة موجة الطقس السيء وانتشار معدات الصرف الصحي وشركة المياه والصرف الزراعي لسرعة التعامل الفوري مع الأمطار اللي شهدتها المحافظة خلال الأيام القليلة الماضية. وبالفعل نجحت الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع شركة مياه الشرب بالأليوبية وقطاع الكهرباء والحماية المدنية والمرور بسرعة التعامل الفوري مع أي أزمات طرأت خلال موجة الطقس السيء. والحمد لله مرت الموجة السيئة على المحافظة بسلام. النهاردة منذ الساعات الأولى لصباح اليوم
بدأ طقس جميل جدا في محافظة العليوبية زي ما حضراتكم شايفين يعني أكيد في الصورة، سماء صافية وطقس مشمس، إلا إن هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة. طبعا مزارع الألوية باللون الأخضر الجميل بتتلألأ وسط يعني انتشار الشمس وظهورها بهذا الشكل الجميل، أكيد حضراتكم متابعين معانا في الصورة. هيئة الأرصاد الجوية أعلنت في بيانها أمس استمرار موجة طقس سيئة على بعض الأنحاء، ووجود ارتفاع نسبي في درجات الحرارة، والعظمى في القاهرة اليوم هتسجل 20 درجة مئوية. طبعا توقعت هيئة الأرصاد الجوية نشهد اليوم ارتفاعا نسبيا في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. وهيكون مائل للدفء على شمال الصعيد وشديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء إلى أن يصل لحد الصقيع على وسط سيناء. طبعا احنا معاكم من محافظة الأليوبية زي ما قلنا في اول البث المباشر. طبعا القاهرة العظمى هتسجل 20 درجة اليوم والصغرى 10 درجات، والاسكندرية 19 درجة والصغرى 8 درجات، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى فيها 20 درجة والصغرى فيها 7 درجات. طبعا يعني هيئة الأرصاد المصرية نوهت بعدم تخفيف الملابس والاستمرار في ارتداء الملابس الثقيلة. احنا قدمنا لحضراتكم حالة الطقس بمحافظة الأليوبية واللي زي ما موجود امام حضراتكم في الصورة، طقس مشمس على كافة الأنحاء وسط سماء صافية وانخفاض طفيف في درجات الحرارة، إلا إنه طبعا يعني مع بداية اليوم هترتفع درجات الحرارة لعشرين درجة مئوية وتسجل العظمى فيها 20 درجة، أما الصغرى ليلا فتسجل 10 درجات. كوبري أكتوبر بمحافظة القاهرة صباح اليوم الأربعاء لرصد حركة المرور والتعرف أيضا على حالة الطقس التي توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تسود اليوم. حالة من الانتظام والسيولة المرورية على كوبري أكتوبر في الاتجاهين، سواء الاتجاه القادم من منطقة الدقي والمتجه إلى ميدان التحرير أو الاتجاه الآخر. حالة مرورية مستقرة وخالية من أي تكدسات في حركة السير، وسط انتشار لرجال الإدارة العامة للمرور اللي بيعملوا على تنظيم حركة السير وإزالة أي عوائق من شأن التأثير السلبي على حركة المرور، خاصة في ظل ساعة الذروة الصباحية والتي قد تشهد بعض الكثافات والتكدسات في حركة السير. ينتشر رجال الإدارة العامة للمرور وتتابع الإدارة العامة كافة الطرق والمحاور من خلال كاميرات مراقبة مثبتة بتلك الطرق، بالإضافة إلى نشر دوريات مرورية متحركة لسرعة الاستجابة لأي بلاغات متعلقة بحوادث التصادم حفاظا على حياة المواطنين، وأيضا العمل على تنظيم حركة السير، بالإضافة لانتشار ضباط وأفراد الإدارة العامة للمرور بكافة الطرق لتنظيم حركة السير
ومواجهة وإزالة أي عوائق ضرورية. زي ما حضراتكم شايفين حاليا حركة المرور منتظمة على قدر أكتوبر في الاتجاهين، وبتخلو من أي تكدسات مرورية. أما عن حالة الطقس التي توقعتها هيئة الأرصاد الجوية، توقعت هيئة الأرصاد ارتفاع نسبي في درجات الحرارة، وأن يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى وعلى السواحل الشمالية وأيضا على الوجه البحري. كما توقعت هيئة الأرصاد أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد وطقس دافئ على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء. وعن حالة الشبورة المائية الآن، فلا توجد شبورة مائية، وحالة الرؤية ودرجة الرؤية واضحة تماما أمام قواعد السيارات، ولا تؤثر الشبورة المائية بأي شكل أو بأي درجة على حركة السير على كوبري أكتوبر. أيضا رصدنا صباح اليوم انتظام حركة المرور بطريق الكورنيش بالقاهرة في الاتجاهين، سواء الاتجاه القادم من ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات سواء المتجه إلى ميدان التحرير وإلى المعادي وحلوان أو الاتجاه الآخر. الحالة المرورية مستقرة وخالية من أي تكدسات في الاتجاهين بطريق الكورنيش، وسط انتشار لرجال الإدارة العامة للمرور اللي بيعملوا على إزالة أي عوائق من شأنها التأثير السلبي على حركة السير. زي ما حضراتكم شايفين حاليا في انتظام وهدوء في حركة السير صباح اليوم بطريق الكورنيش ومحيط موقف سيارات عبد المنعم رياض. حركة المرور مستقرة وخالية من أي تكدسات. زي ما حضراتكم شايفين حاليا الطقس مستقر مع سطوع الشمس واختفاء الشبورة المائية، وأيضا مع استقرار وانتظام حركة المرور على كوبري أكتوبر في الاتجاهين وسط انتشار لرجال الإدارة العامة للمرور. جولة جديدة في مدينة الإسماعيلية، ونرصد مع حضراتكم حالة الطقس هنا في مدينة الإسماعيلية، كذلك وضع الشبورة المائية والسيولة المرورية على طريق الإسماعيلية القاهرة. زي ما حضراتكم شايفين سيولة مرورية كبيرة جدا على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي. والنهاردة الطقس معتدل في مدينة الإسماعيلية، الشمس ساطعة، مفيش أي شبورة مائية النهاردة كانت موجودة على طريق الإسماعيلية أو في مدينة الإسماعيلية أو محافظات مدن القناة. كمان مفيش أي غيوم في السماء، السماء صافية، مفيش أي توقعات لتساقط أمطار النهاردة في مدينة الإسماعيلية أو محافظات مدن القناة. درجة الحرارة الصغرى 9 والعظمى 19 النهاردة في مدينة الإسماعيلية. زي ما عودتكم تلفزيون اليوم السابع بناخد حضراتكم في جولة صباحية وبنتعرف عن حالة الطقس والوضع بالنسبة لدرجات الحرارة في المحافظات بشكل عام. عاوز اقول لحضراتكم الطقس النهاردة معتدل، النهاردة الاربع افضل ايام الاسبوع على الاطلاق بالنسبة لحالة الطقس. هيبدأ الطقس بداية من غدا في تقلبات جديدة للطقس وانخفاض في درجات الحرارة بداية من غدا الخميس، وهناك انخفاض جوي هتشهده المحافظات المصرية بداية من غدا الخميس، وتكون ذروته الجمعة في انخفاض كبير في درجات الحرارة. طقس غير مستقر. كمان في توقعات لتساقط أمطار في محافظات الشمال زي بداية من مروح الإسكندرية وكفر الشيخ وبورسعيد، تقل فرص تساقط الأمطار يعني بداية من الإسماعيلية ووصولا وفي محافظات الاتجاه الجنوبي. النهاردة الإسماعيلية جواها رائع جدا، جو مشرق بالنسبة. أفضل الأيام الأسبوع هو النهاردة الأربع، طقس معتدل والشمس ساطعة، لا في شبورة مائية أو أي ازدحام مروري، مفيش كمان غيوم ولا في فرص تساقط الامطار. يعني هيئه الارصاد الجويه بتنصح المواطنين النهارده، بتاكد على ان الجو النهارده هيكون رائع، مشمس، جو صيفي نهارا، وطبيعي جو برد
طول أيام الشتاء فهو جو بارد في كل الأنحاء الجمهورية. حتى سانت كاترين، سانت كاترين اللي تشهد يعني معروف إن سانت كاترين من المدن اللي تطول فصل الشتاء، درجة الحرارة الصغرى تحت الصفر طوال فصل الشتاء. النهاردة درجة الحرارة العظمى في سانت كاترين 14 لأول مرة منذ بداية فصل الشتاء، ويعني في أيام وصل فيها في سانت كاترين المياه المكشوفة تجمدت المياه المكشوفة في سانت كاترين. وبنرصد مع حضراتكم حالة الطقس من طريق الإسماعيلية القاهرة والسيولة المرية اللي حضراتكم شايفينها، وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد النهاردة الأربعاء ارتفاع نسبيا في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، مائل للدفع على شمال الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد صقيع على وسط سيناء. هيئة الأرصاد الجوية أوضحت أن يشهد اليوم نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري مثيرة للرمال والأقمار على السواحل الشمالية الغربية. درجة الحرارة النهاردة في الإسماعيلية الصغرى 9 والعظمى 20، القاهرة 20 العظمى والصغرى 10، الإسكندرية 19 العظمى والصغرى 8، مطروح 18 العظمى والصغرى 10، سانت كاترين 14 العظمى وواحد تحت صفر الصغرى، بورسعيد 10 الصغرى و20 العظمى، دمياط 9 الصغرى و19 العظمى نفس درجة حرارة الإسماعيلية، الزازي والشرقية الصغرى 10 والعظمى 20، السويس 10 الصغرى و20 العظمى، درجة الحرارة في العريش وشمال سيناء 8 الصغرى و20 العظمى. انتظام حركة الملاحة في المجرى الملاحي لقناة السويس، الوضع آمن في محافظة الإسماعيلية، ما فيش أي أحداث النهاردة طارئة تشهدها محافظة الإسماعيلية، سيورة مرورية، الطقس النهاردة معتدل، الشمس ساطعة، ودي يمكن الشمس موجودة حضراتكم ساطعة في مدينة الإسماعيلية. نتمنى السلامة لكل قائدي المركبات على الطرق، سيولة مرورية كبيرة على طريق الإسماعيلية القاهرة وكل الشوارع مدينة الإسماعيلية، كل الشوارع الماضية من وإلى مدينة الإسماعيلية، طريق الإسماعيلية القاهرة، طريق محور 30 يونيو وطريق الإسماعيلية بورسعيد والإسماعيلية السويس، سيولة مرورية على كل الطرق في مدينة الإسماعيلية. أكد على حضراتكم ان النهاردة جو وطقس معتدل تماما، جو كويس جدا، مفيش انخفاض في درجات الحرارة ولا رياح ولا امطار في الإسماعيلية النهاردة، لكن بداية من الغد هيعود الطقس مرة اخرى لتقلبات، والجمعة جمعة هيشهد بقى ذروة هذه التقلبات بانخفاض درجات الحرارة مع فرص تساقط امطار على محافظات الشمال، وتقل فرص تساقط الامطار بداية من كلما اتجهنا جنوبا. بشكر حضراتكم مشاهدينا مشاهدي تلفزيون اليوم السابع.